سقط البرميل في فتحة التهوية الخاصة بالقبو اللي هني ساكنين فيه، وارف طالب وزوجته ووالدته وأطفاله الثلاثة. تم إفراغ البرميل بشكل كامل تقريبا في منزلهم، ولذلك تحول المنزل إلى حجرة غاز قاتلة. كل من دخل ليخرجهم من عناصر الدفاع المدني تعرض للإصابة وخرج مصاب، لكنهم رغم ذلك أصروا على إخراج الأطفال. فعلنا أفضل ما نستطيع لكن لم ننجح في إنقاذ حياته. وارف طالب كان صديقي، كان يشتغل مصلح إلكترونيات. قال لي منريده من المجتمع الدولي أنه يوقفوا إرسال الأتروبي ويوقفوا إرسال المعدات الطبية ويوقفوا القصف حتى ما نحتاج لهالمواد هاي. يلي بدنا اياه حقيقة هو يتوقف القصف.